شكرا السيد الرئيس. تماما كما تفضلت، وصلني اليوم صباحا كتابكم حول هذا الموضوع، والذي يطالب بتحقيق في هذه القضية، وسنفعل ذلك. وأود فقط أن أؤكد أن هيبة مجلس النواب وهيبة أعضاء المنتخبين جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة. إحنا مؤسسات مكملة لبعضها البعض، هيبتنا من بعض، وهذا ما نسعى إليه. سنقوم بالتحقيق في هذا الموضوع والنظر فيه والعودة إليكم بشكل سريع إن شاء الله. شكرا لك والله يعطيك العافية.